لا يمر يوم في محافظة البصرة إلا ويسمع أهلها بجريمة اغتيال هنا أو جريمة اختطاف هناك، وما بين هذا وذاك تتواصل عمليات الاعتقال التي تطال بالدرجة الأساس الناشطين، سيما أولئك الذين شاركوا في المظاهرات التي اندلعت في المحافظة احتجاجا على تردي الخدمات وانعدام أبسط مقومات الحياة. احنا شباب متنا من الجوع، احنا متى هذا الشيء؟ يعني انا صباغ مال بايبات مال نفط درجه اولى يروحون يجيبون لجانب ويطلعوننا احنا الشباب؟ ليش هيك؟ ليش ازي الشيء شبابنا؟ 95% تقول 95% عطاله بطاله بالبصره، ليش 5% بس الاحزاب؟ ليش هيك؟ الى متى هذا السكوت؟ محافظه البصره باسرع وقت البصره انهارت، جاي يصير باغتيالات، جاي يصير باغتيالات، يعني انا وغيري نطلع على حقوقنا ومظاهراتنا ومظاهرات سلميه، جاي يحتقلوننا، جاي يقتلوننا، وين الحفظ والامن؟ يوميه القلم شاب شابين، ذاك اليوم شاب باربع شوارع، البارحه واحد بجمعيات، يعني الى متى لا استقرار، لا شغل، لا عمل، لا خدمات، يعني الى متى؟ صار من 2003 راح نطب 2019. ويرى أهالي البصرة أن القوات الأمنية في المحافظة لا تمارس دورها في الحفاظ على أرواح المواطنين وتكتفي بالتفرج على الضحايا وهم يتعرضون للاعتداءات من قبل المجاميع المسلحة والميليشيات المرتبطة بالأحزاب المتنفذة. أكثر عمليات القتل التي تحصل ضد المواطنين العزل في البصرة لا تبعد أمتار عن القوات الأمنية، ولم تحرك أي ساكن إلا بعد ساعات وتطلع بتصريح أو تغيد عمليات القتل ضد مجهول أو بسبب نزاع عشائري مثل ما تلين. هذا أربك الوضع في البصرة. ولم تستثنى النساء البصريات من عمليات الاستهداف الممنهج، خاصة الناشطات اللواتي ظهرن للمطالبة بالحقوق المشروعة. العنصر النسوي أصلا في البصرة معدوم، ظهرت بعض الشخصيات تطالب بحقوق المرأة المستضعفة فشخصوها، خلاص نقتل وحدة البقيات تختل. ليش القمع هذا كله باتجاه البصرة؟ ليش ما جاي ينقلون الشيء أو الصورة الرئيسية؟ ليش القنوات كلها مختفية؟ شنو يعني ماكو إحساس؟ ماكو ضمير؟ مات الضمير؟ لو ضمير منين نجيبه؟ وتزايدت بشكل ملحوظ عمليات الاغتيال في البصرة ضد الناشطين في التظاهرات وشخصيات معروفة في المجتمع العراقي، ما خلف جوا من الرعب بين سكان المحافظة الذين كانوا ينتظرون حلا حكوميا لمشكلاتهم، فإذا بهم يتلقون ردا عمق من أزماتهم وعاد بهم خطوات أخرى إلى الوراء.